انا فين؟ انا عاوز اعرف انا فين بالظبط. انتوا يا شويه همك، انتوا مش عارفين انا بقى مين؟ انا هوديكم في 60 داهيه. انتوا فاكرين انه كده بتخوفوني؟ انا هعرفكم مين الدكتور رابو طنسي. انا يحصل فيا كده يا شويه كلاب. انت بتخاف من الضلمه يا دكتور؟ انت مش عارفني؟ افتكرتني؟ انت كنت فاكر ان انا مش عارف اوصل لك؟ انت عايزه مني ايه؟ لا 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 لا، انت تقولي حضرتك عايزه مني ايه يا دكتور يا بتاع الانسانيات والشعارات يلي ما يهمكش حاجه في الدنيا غير ان فلوسك تكتر في البنك، بس الناس ما تعرفش انك انت اساسا اتشطبت من نقابه الاطباء عشان كنت بتتاجر في الاعضاء وبتتاجر في المخدرات، واللي رجعك الدكتور شاكر اللي هو اصلا مش دكتور. والفايل ده بقى فيه حاجات كتير، اكمل ولا كفايه؟ كد كد، كل الكلام اللي بتقوليه ده كد. انت تستاهل تقضي بقيه حياتك في السجن. الصراحه انا ممكن اعمل كده بس مش ناوي اعمل كده. ما تخلصيني بقى، انت عايزه مني ايه؟ اسمها حضرتك عايزه مني ايه؟ يوسف فين؟ يوسف مين؟ يوه، هنرجع بقى نستهبل ونستعبط تاني. انا ممكن اودي الفايل ده للنيابه وهي اللي تحقق معاه، وساعتها تقضي بقيه عمرك في السجن، او ممكن اسيبك هنا تصرخ لحد لما نفسك يتقطع. ها، تحب ايه؟ صدقني انا ما اعرفش مين ده اساسا اللي انت بتتكلمي عنه. بجد؟ والله مش فاكر ان انا جيت لك وقلت لك ان انا خبطت واحد بالعربيه والمستشفى بتاعتك قالوا لي ان هو مات وانت انكرت الحادثه كلها. افكرك باكتر من كده؟ لا الحمد لله، هو دلوقتي احسن بكتير. كان عنده ارتجاج في المخ ودخل في غيبوبه بسبب النزيف اللي نزفه، نقلنا له دم ودلوقتي موجود في العنايه المركزه. تمام، فريد جاي لك في السكه عشان يدفع الحساب عشان حال القلب. هو احنا قصرنا في حاجه؟ لا ما قصرتوش في اي حاجه، بس انا عاوزاه تحت عيني. شكرا يا دكتور. على فين يا ست؟ هجيب حاجه من العربيه. مش هينفع تمشي دلوقتي يا ست، لازم البوليس يجي عشان المعرض. عربيتي اهي، هجيب حاجه وارجع على طول. في ايه؟ سعيد يا دكتور، تعالى عايز تحت امرك يا دكتور. اي فاطمه، اي حبيبتي، 10 دقايق انا جايه على طول. يلا باي. ألف شكر يا دكتور. العفو، على إيه؟ إحنا ما عملناش غير الواجب. ربنا يخليك. ربنا يقوم بالسلامة. شكرا. على إذنك. نجيب خليك معاه أنت وأكلمك في التليفون. نجيب اللي هيطلع معاه. تمام.
ده شيك ب 20 مليون جنيه. لما تقنع باقي الورثه بالتنازل عن المستشفى بالكامل ندفع الدور مرتين ثلاثه. دي سجلات الامن والطوارئ. تمام جدا. اتفضل. انت هتفضل مكانك، واللي حصل ده ما حصلش خالص. وشكر بوتليما اشترى المستشفى دي من زمان جدا. مفهوم. اتفقنا. وايه بقى اللي حصل بعد كده؟ ابدا. شاكر طلب مني انقل كل الاستاف لمستشفيات تانيه. وسعيد؟ سعيد مين؟ سعيد السكيورتي اللي اتقتل. انا معرفوش. طقم الامن كله اتنقل. وانت بعد ده كله ما حصل ما سألتش ايه السبب؟ الناس دي ما ينفعش تتسأل. مالك بقى كان دورها ايه واخدوا الولد ودوه فين؟ بص بقى انا ما اعرفش ملك البدراوي دي ولا شفت الموضوع ولا ليا اي علاقه بيه خالص. بجد؟ اصل هي اللي مدياني كل المعلومات دي عنك.